الخط الناشطة في اليمن منذ أكثر من 3 أعوام إلى دفع الكثير من السكان للنزوح لمخيمات اللجوء مكتظة أصلا بالنازحين والتي تفتقد لأبسط مقومات الحياة فيها. وأشارت التقارير الصادرة مؤخرا بين الأمم المتحدة أن هنالك أكثر من 3 ملايين نازح فروا من ديارهم يعيشون في ظروف قاسية وأغلبهم بحاجة ماسة لمساعدات. سمار خرجتي ملابس اخوانك؟ وبخرجش حاجة. ما قلت لك لا تخرجيش حاجة، احنا ما بنجلسش. ايش فعلوا هنا؟ هذم يقولوا يعملوا زيارة للمخيم عشان يسجلوا النازحين ويوزعوا لهم مساعدات. طبعا اليوم هنتكلم عن الرضاعة الطبيعية واهميتها للامهات والاطفال. يجب على الام اعطاء الطفل الرضاعة الطبيعية منذ ولادته مباشرة حتى بلغه 6 أشهر. ان شاء الله نجمعهم معهم الا رجل يشرح. ايضا يجب على الام اعطاء الطفل لبن الثدي ولا شيء سواه. إضافة إلى ذلك يجب على الأم أن تعطي ابنها الرضاعة الطبيعية وتستمر في الرضاعة الطبيعية حتى بلغه 2 سنة. تفضلي. أسف إني قاطعتك، بس النسوان حق المكان ما يستحيل ما يهتمش إنه رجالي. هذه أسماء النازحين والنازحات اللي ما قدروش يوقفوا بالطابور اليوم، فسجلتهم عشان ما تفوتهمش المساعدات. أنت اسمك؟ أنا أول مرة أجي. أنا سمر، وعاد وصلنا للمخيم بعد ما خسرنا بيتنا بالقرية. إيش رأيك تنضمي معنا الفريق كمتطوع؟ في نفس الوقت تكوني سجلي أسماء النازحين، وإحنا بندربك ونعطيك معاش. أنت فكري، مش لازم تكرري الآن. Thank you.
صباح الخير يا شباب. اليوم موعد توزيع المواد الغير غذائيه الحقائب الصحيه للنازحين المقيمين. تاكدنا ان كل المواد قدها موجوده في المخزن وكل الاصناف مفروزه. ايضا المستفيدين لازم يتاكدوا من كل الاصناف بالحكي ذاكره المدرسه. ولا ننسى يا شباب ان تصبحوا على خير. المرأة انطلقت بشكل كبير جداً خاصة في السنوات الأخيرة مع الأوضاع الحاصلة في اليمن بشكل عام، فأصبحت المرأة جزء أساسي ومهم جداً في انطلاقها في العمل الإنساني والعمل الميداني بشكل عام. هناك أثر إيجابي في تغيير الأفكار في المجتمعات، في اختلاف أن المرأة هي التي عملت يعني في دمج المرأة في اللجان المجتمعية، في دمج المرأة في لجان الحماية، في دمج المرأة في المشاركة في اتخاذ القرارات، كونها أقرب للفئات لجميع فئات المجتمعات من حيث أنها هي التي تستطيع أن تدخل إلى الأسرة، تحدد احتياجات الأسرة مع النساء مع الرجال، يعني وضع المرأة غير وضع الرجل في المجتمعات كاملة. في بعض الأسر يعني أرباب الأسر أصبحوا يشجعوا بناتهم ونسائهم على العمل، خاصة المرأة كان هي تشارك الرجل وتساعده في الدخل الأسري.